بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الفرقة الأولى قسم اللغة الإنجليزية، النهاردة معادنا مع المحاضرة الأخيرة وهي المحاضرة رقم 14 من مادة المايكرو إيكونومكس. النهاردة إن شاء الله إحنا هناخد بروبلمز معينة أو حالات معينة ومسائل معينة، تطبيقات على المحاضرة 13 والمحاضرة 12 إن شاء الله، تطبيقات بتربط ما بين اللي احنا خدناه من حساب التوتال كوست والعلاقه ما بين التوتال كوست والفيكسد كوست والفاريبل كوست والافريج بتاعت التوتال كوست والفاريبل كوست والفيكسد كوست. والشابتر 9 محاضره 13 اللي احنا خدناه وهو العلاقه او البيرفكت كومبيتيشن ماركت والبرايسز الحالات المختلفه والطرق المختلفه اللي احنا خدناها اللي من خلالها نقدر نحسب البروفيت او الاوتبوت اللي بتعمل ماكسمايزيشن للبروفيت، وشوفنا الشت داون برايس والبريك ايفن برايس وغيره. وفي الاخر المحاضره هنتكلم يعني بصوره سريعه عن ممكن يكون الامتحان في صوره ايه ان شاء الله. النهارده هناخد ثلاث حالات، اول حالتين في صوره جراف وبنسال عليهم اسئله. حالات شبه دي ممكن نلاقيها في الاكزام بتاعنا او الفاينل اكزام ان شاء الله باذن الله. وكمان هناخد تيبل، والتيبل ده هيبقى عليه تطبيقات ممكن نلاقي حالات شبه دي. اديني بقول في الفاينل اكزام وهنتكلم عن الاكزام بتاعنا ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب شوف كده الحالة الأولى اللي قدامي. الحالة الأولى بيقول study the following graph then answer. بيقول لك شوف ادي الجراف اللي قدامك ده ويجاوب على 8 نقط أساسية. طيب أولا الجراف اللي قدامي علاقة ما بين أعطيني أكتر من برايس 96543 2.5 اللي في الجنب دول اللي هو على الفيرتيكال، على المحور الفيرتيكال بالنسبه لي. دي عباره عن اسعار مختلفه، فاكتب كده جنبيها جنب ال 9 6 5 4 3 2.5. انا هشرح يمكن تفصيلي شويه البروبلم الاولى لاني هتسهل معايا البروبلم الثانيه والثالثه. فانا عندي اللي قدامي البرايس دي اللي قدامي، اكتب جنب كل برايس ده عباره عن البرايس بيساوي الديماند بيساوي المارجنال ريفينيو وبيساوي الافريج ريفينيو. تمام، يبقى عند كل سعر من 965432.5 هتكتب لي كده زي ما قلت ان البرايس هو المارجنال ريفينيو، هو نفسه الديماند كيرف هو نفسه الافريج ريفينيو. طيب وواضح هنا ان انا عندي المارجنال كوست واللي هي بتقطع الافريج فاريبل كوست والافريج توتال كوست من عند المينيمم، وعند الافريج فيكسد كوست طبعا على طول عارفين ان هي ديكريزنج، وعارفين ان في المسافه اللي ما بين الافريج توتال كوست والافريج فاريبل كوست هي عباره عن الافريج فيكسد كوست، وبتكون المسافه بتتناقص بتقل. وبعض الايكويشنز اللي احنا لازم نكون عارفينها ان الافريج توتال كوست هي عباره عن الافريج فاريبل كوست زائد الافريج فيكسد كوست، وان التوتال كوست هي عباره عن التوتال فيكسد كوست زائد التوتال فاريبل كوست. وبرده قوانين هنعرفها النهارده وناكد عليها ثانيه وعلاقات معينه، واحنا عارفين ان التوتال ريفينيو هو عباره عن البرايس مضروب في الكميه في الكوانتيتي، عارفين برضو ان البريك ايفن برايس هو البرايس اللي عنده الديماند او المارجنال ريفيو بيعمل مماس كده من عند المينيمم بتاعت الافريج توتال كوست. اما الشت داون برايس فهو اللي عنده البرايس بيساوي الافريج فاريبل كوست، وان تحت الشت داون برايس ما بنتجش اصلا لان ده اخر سعر انا بالنسبه لي مقبول. وهنعرف بعض العلاقات ونبدا كده نشوف وناكد على المعلومات اللي موجوده عندنا. تعال الاول نشوف نمبر 1 اد برايس 9 ذا بروفيت ماكسمايزنج اوت بوتيز. بيقول لك عند البرايس 9 الكميه اللي هتعظم الارباح، الكميه اللي هتعظم الربح هي الكميه اللي عندها المارجنال كوست بيساوي المارجنال ريفينيو. طب هي فين الكميه اللي عندها المارجنال كوست بيساوي المارجنال ريفينيو اللي هي عند 9؟
هروح رايح على 9. الخط اللي طالع من 9 اللي هو الهوريزونتال ده هو الديماند، هو المارجنال ريفينيو، هو الافريج ريفينيو، هو نفسه البرايس، هو نفسه الديماند. طيب يبقى اللي طالع من عند 9 هو المارجنال ريفينيو بيساوي المارجنال كوست فين؟ يبقى عند النقطه اللي فيها المارجنال ريفينيو بيساوي المارجنال كوست، لما اجيبها النقطه دي اللي هم بيساووا بعض فيها اللي هي الانترسكشن بوينت ما بين المارجنال ريفينيو والمارجنال كوست، يبقى هي فين النقطه اللي فيها المارجنال كوست يساوي المارجنال ريفينيو لما بيقطعوا بعض؟ انزل من عندها اجيب الكميه اللي هتعمل تعظيم للبروفيت بتاعتي، لما انزل هلاقيها عند الكميه 70. يبقى المارجنال ريفينيو بيساوي المارجنال كوست عند السعر كام؟ 9. لما بيقطعوا بعض عند الكميه 70. طيب المطلوب رقم 2، at this output the level of profit is، عند الكميه دي اللي هي الكميه 70 البروفيت بيساوي كام؟ عشان اجيب الباي او البروفيتس اكتب كده معايا، البروفيتس بتساوي توتال ريفينيو ماينس توتال كوست، اجمالي الايراد ناقص اجمالي التكلفه. طيب عايز اجيب التوتال ريفينيو، هل انا عندي اقدر اجيب التوتال ريفينيو؟ هقول الاتي، اكتب كده الكويشن بتاعي، التوتال ريفينيو بيساوي البرايس تايمز الكوانتيتي. يبقى التوتال ريفينيو هو عباره عن السعر مضروب في الكميه، انا طبعا بتكلم عند الكميه كام؟ 70. يبقى معنى كده ان انا عندي الكميه 70 والبرايس 9، لان انا بتكلم عند الكميه 70 والبرايس 9، يبقى 9 تايمز 70 9 تايمز 70 هيديني 630. يبقى التوتال ريفينيو عندي ب 630. طب عايز اجيب التوتال كوست، هل انا عندي في منحنى قدامي توتال كوست؟ لا، انا شغال هنا بالافرج، افرج فيكسد، افرج فاريبل، افرج توتال كوست، مارجنال كوست. فانا بالنسبه للكوست شغال بالايه؟ بالافرج. طب اقدر اجيب التوتال كوست ازاي؟ واحد يقول لي التوتال كوست هو التوتال فاريبل كوست زائد التوتال فيكسد كوست، بس انا ما عنديش التوتال فاريبل كوست وما عنديش التوتال فيكسد كوست. اقدر اجيبها بقانون تاني، اكتب معايا الايكويشن ده، توتال كوست بتساوي افريج توتال كوست تايمز كوانتيتي في كيو. يبقى التكلفه الكليه هي متوسط التكلفه الكليه في الكميه. طيب انا بتكلم عند انه كميه 70، يبقى الكميه 70، 70 بقى في كام؟ يبقى مرة تانية، يبقى أنت كاتب دلوقتي إن التوتال كوست بتساوي افريج توتال كوست في الكمية. طب أنا عندي الكوانتيتي اللي هي الكيو 70، طب الافريج توتال كوست بكام؟ هروح رايح عند 70، الخط اللي هو الفيرتيكال اللي حضرتك عند الانترسكشن بوينت اللي هي التوازن بتاعتي، الايكوليبريم عندي هنا، الايكوليبريم بوينت هنا اللي هي عند البرايس 9، هي فين النقطة اللي بتعمل لي ماكسمايزيشن للبروفيت؟ اللي هي التقاطع المارجنال ريفينيو مع المارجنال كوست اللي طلعناه عند 70. طب وانت نازل بتجيب الكمية 70، تقدر تطلع لي الافرج توتال كوست عند الكمية 70 بكام؟ اه والله، يعني اما وانا نازل من عند الكمية اما من عند 70، 70 وانا طالع قطعت الافرج توتال كوست، قطعتها ايه؟ عند قيمة معينة، القيمة هنا بتساوي كام؟ القيمة هنا بتساوي 6. اه يبقى عند الكمية 70 الافرج توتال كوست بكام؟ ب6. يبقى التوتال كوست بتساوي افريج توتال كوست في الكميه في كيو، يعني بتساوي 6 في 70 بتساوي 420. يبقى انا عندي التوتال ريفينيو ب 630، عندي التوتال كوست ب 420، يبقى عندي البروفيت 630 ناقص 420 يديني 210. يبقى انا ممكن استغل الافريج توتال كوست عشان اجيب التوتال كوست، ان انا بضرب الافريج توتال كوست في كام في الكميه يديني التوتال كوست. وبالمثل لما عاوز اجيب التوتال فاريبل كوست بضرب الافريج فاريبل كوست في الكميه وهكذا، يعني لو انا عايز اجيب التوتال فيكسد كوست بضرب الافريج فيكسد كوست في الكوانتيتي. طيب
طيب نشوف نمبر 3 اد برايس 4 عند السعر 4 ذا بروفيت ماكسمايزنج اوتبوت از عند السعر 4 فين الكمية اللي بتعظم الاوتبوت؟ هيجي واحد يقول لي هنستفيد من نمبر 1 عند السعر 4 البرايس هو نفسه الديماند هو نفسه المارجنال ريفينيو هو نفسه الافريج ريفينيو يبقى عند 4 هشوف عند 4 اللي هو المارجنال ريفينيو الخط اللي هو الهوريزونتال اللي نازل عند 4 بيقطع المارجنال كوست فين لان لما بيقطع النقطه اللي بيقطع فيها المارجنال ريفينيو بيقطع فيها المارجنال كوست هي دي النقطه اللي بتعبر عن الاوت بوت اللي هتعمل ماكسمايزيشن للبروفيت يبقى وانا نازل من عند 4 هوب قطعت المارجنال كوست انزل اشوف الكوانتيتي كام هلاقيها 50 يبقى نمبر 3 الاجابه بتاعتي 50 نمبر 4 ذا بريك ايفن برايس هو مين انه سعر من اللي قدامي هو بريك ايفن برايس حول نفسي البريك ايفن برايس هو البرايس هو السعر اللي عنده البي بتساوي الافريج توتال كوست طب اللي هي بي بيساوي افريج توتال كوست اللي هو البي عندها وهو نازل البي لو انا نازل بالمارجنال ريفينيو من عند البي الخط بتاع البي اللي هو الديمان اللي هو المارجنال ريفينيو بيعمل ايه بيعمل مماس مع الافريج توتال كوست من عند الايه او بيقطع الافريج من عند المينيمم من عند المينيمم لما البرايس بيساوي الافريج توتال كوست لما البرايس بيساوي الافريج توتال كوست وده من عند المينيمم بتاع الافريج توتال كوست تلاقيه ان البرايس بيساوي الافريج توتال كوست كلهم او المارجنال كوست بيقطع طبعا الافريج توتال كوست من عند مين من عند المينيمم هبص الاقي هل ده عند 9 لا السعر ده ما بيقطعش الافريج توتال كوست من عند المينيمم ما بيساويهاش عند المينيمم طب 6 ما برضه لا مش عند المينيمم طب عند مين ها الايه ها ال5 يبقى هنا من عند السعر البرايس 5 هلاقي عند 5 البرايس بيساوي فعلا الافريج توتال كوست يبقى هنا الاجابه بتاعتي هي 5 لان هنا البرايس بيبقى بيساوي الافريج توتال كوست وحتى بيعمل ايه هنا نقط كلها هي نقط تقاطع كلها كده مع بعض لما البرايس بيساوي الافريج توتال كوست طيب يبقى الاجابه نمبر 4 هي 5 طب نروح عند 5 ذا فيرم ويل شوت داون اف برايس از لوور ذان الشركه دي هتقفل لو السعر تحت مين الشركه دي هتقفل لو السعر تحت الشوت داون برايس طيب هو فين الشوت داون برايس انا ممكن اسالك السؤال ده الشوت داون برايس هو السعر اللي عنده البرايس بيساوي الافريج فاريبل كوست طب هو فين البرايس بيساوي الافريج فاريبل كوست هل هو 4 لا لان 4 لا ما بيساويش الافريج فاريبل كوست هو البرايس لما بيساوي الافريج فاريبل كوست لما البرايس بيقطع الافريج فاريبل كوست من عند المينيمم بتاع الافريج فاريبل كوست هلاقي ان ده بيحصل عند كام عند 3 عند البرايس 3 وانت نازل من البرايس 3 هتلاقي نفسك ان انت ايه هنا البرايس 3 بيساوي الافريج فاريبل كوست من عند مين من عند المينيمم يبقى 3 هو الشوت داون برايس يبقى اي سعر تحت 3 هو سعر ماله مرفوض يبقى ساعتها هعمل ايه هعمل شوت داون وساعتها هنتج ايه تحت 3 ساعتها مش هنتج يبقى زيرو يبقى خد بالك اي سعر تحت 3 مش مقبول لو كان السعر تحت 3 هنتج قد ايه مش هنتج لان هعمل ايه شوت داون يبقى الشوت داون برايس هو 3 واي سعر تحت 3 انا مش هقبله فبالتالي مش هنتج لان انا هعمل شوت داون يعني هتكون الكميه تحت 3 بكام بزيرو ويبقى معنى كده اقدر استنتج من الجراف اللي قدامي ان اقل كميه انت هتنتجها هي عند الشوت داون برايس يعني اقل كميه هنتجها هي عند 3 يبقى اقل كميه هتعمل لك ماكسمايزيشن للبروفيت عند السعر 3 هي هتبقى الكميه كام لو انت جدع لو انت مركز عند 3 شوف انا بسالك اسئله ممكن تتسالها
سواء هنا موجودة في الجراف ده أو ممكن تيجي في الامتحان. الكمية، أقل كمية هنتجها، لو أنا سألتك أقل كمية هتنتجها في الرسمة دي هتبقى فين؟ أو في الحالات أقل كمية هنتجها هتبقى عند الشوت داون برايس. طب الشوت داون قدامك هنا في الجراف اللي قدامك هو كام؟ هو 3. طيب التلاتة دي أقل كمية هتبقى كام؟ هنزل من 3 لما بيعمل انترسكشن بوينت مع المارجنال كوست هتبقى الكميه 40 اللي هي 40. عامه نرجع مره ثانيه بسالك، ذا فيرم ويل شوت داون اف برايس از لوور ذان 3. طب نمبر 6، ات برايس 2.5 ذا بروفيت ماكسمايزنج اوتبوت از كام؟ عند السعر 2.5 الكميه اللي هتعظم لك الربح كام؟ انا سامع ناس قالت 2.5 ده المارجنال ريفينيو، وهنشوفه بيقطع المارجنال كوست فين، يبقى 30. غلط. لكن في ناس قالت زيرو. ذا بروفيت ماكسمايزنج او البوت الكميه اللي هتعظم للربح هي زيرو. ليه؟ لان ال 2.5 ده تحت مين؟ الشت داون برايس، وبالتالي احنا بنعمل شت داون ما بنتجش، يبقى زيرو. طب 7، ذا مينيمم ليفل اوف اوتبوت ذا فيرم ويل برودوس از كام؟ اقل كميه الشركه دي هتنتجها كام؟ واحد بيقول لي اقل كميه انت لسه قايلها من شويه عند الشت داون برايس اللي هي عند كام؟ عند 3 اللي هي 40، يبقى نمبر 7 40. طيب نروح لنمبر 8، ذا توتال فيكسد كوست اوف ذيس فيرم از كام؟ واحده واحده، التوتال فيكسد كوست ممكن اجيبها في كذا ايكويشن. يعني اولا انا عندي التوتال كوست اصلا بتساوي total fixed cost زائد total variable cost. يعني ممكن اقول ان total fixed cost هي عبارة عن total cost ناقص total variable cost. ده اسلوب، دي طريقة. واحاول بقى هنا ان انا اشوف عند اي كمية اقدر من خلالها استنتج total cost واقدر استنتج total variable cost. في طريقة تانية، لان انا عندي هنا الافرج بتاعت التوتال كوست والفاريبل كله، هقول ان التوتال فيكسد كوست بتساوي، انا قايل من شويه في بدايه حل الجراف او المساله البروبلم اللي قدامي دي، هقول كده ان التوتال فيكسد كوست هي عباره عن الافرج فيكسد كوست تايمز كوانتيتي كيو. يبقى اجمالي التكلفه الكليه هي عباره عن متوسط التكلفه الكليه في الكميه. طيب هل انا عندي عند اي كميه 30 40 او من اول 40، هل عندي من اول 40 وانا طالع من 40 او 50 او 60 او 70 وانا طالع قطعت افريج فيكسد كوست واعطيتك انا فاليو معينه او قيمه ليها؟ عارف وانت طالع من 40 كده بعينيك قطعت الافريج فيكسد كوست لكن ما اعطيتلكش قيمه، وبعينيك كده وانت طالع من ال 50 قطعت الافريج فيكسد كوست وما اعطيتلكش قيمه، من ال 60 نفس النظام، من ال 70 نفس النظام، يبقى انا ما اعطيتكش خالص افريج فيكسد كوست. طيب يبقى معنى كده ان انا لازم اجيب الافريج فيكسد كوست بطريقه ثانيه. فهقول من اول وجديد الايكويشن ده هفسرها اكتر، هقول ان التوتال فيكسد كوست اكتب معايا بتساوي، هي الافريج فيكسد كوست عباره عن ايه؟ هرجع كده القانون لسه قايله من شويه. الافرج توتال كوست هي الافرج فيكسد كوست زائد الافرج فاريبل كوست. متوسط التكلفه الكليه هو متوسط التكلفه الثابته زائد متوسط التكلفه المتغيره. يبقى اقدر اقول ان متوسط التكلفه الثابته هو متوسط التكلفه الكليه ناقص متوسط التكلفه المتغيره. يعني اقدر اقول ان الافرج فيكسد كوست هستبدلها، تبقى عباره عن ايه؟ الافرج فيكسد كوست هي الافرج توتال كوست ماينس الافرج فاريبل كوست بين قوسين تايمز كيو الكوانتيتي. يبقى مره ثانيه، يبقى التوتال فيكسد كوست هي عباره عن الافرج فيكسد كوست مضروب في الكميه. فانا لما بصيت بعينيا ما عرفتش اجيب قيمه للافرج فيكسد كوست عند اي كميه، فقلت طب والله انا هشوف هي الافرج فيكسد كوست هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الافرج توتال كوست ناقص الافرج فاريبل كوست في الكميه. طيب
هل اقدر اجيب بقى، تبص كده بعينيك وتقدر تجيب لي عند انه كميه في ايام للافريج توتال كوست وايام للافريج فاريبل كوست. لو بصيت عند 40 مفيش قيمه للافريج توتال كوست، طيب عند 50 برضو مفيش قيمه للافريج توتال كوست، عند 60 وانا طالع يعني بعينيا وانا طالع، وانا طالع مثلا عند 60 قطعت الافرج فاريبل كوست لكن مفيش قيمه، مش هعطيك فاليو ليها، لكن اعطيك قيمه للافرج توتال كوست، يبقى برضو مش موجود. يبقى عند 40 و50 و60 في قيمه لتكلفه ومفيش قيمه للثانيه، لكن عند 70 وانت طالع ب 70 بص قطعت الافرج فاريبل كوست بكام؟ بفور. كمل بعينيك لفوق وانت طالع قطعت الافرج توتال كوست بكام؟ بسكس. يبقى عند 70 بس، عند الكميه 70 وانت طالع المح بعينيك وانا طالع الخط ده الفيرتيكال وانا طالع قطعت الافرج فاريبل كوست بكام؟ بفور. قطعت الافرج توتال كوست بكام؟ بسكس. برافو. يبقى معنى كده ان انا جاي عندي 6 وعندي 4 كل ده عند الكميه كام؟ 70. يبقى اقدر اقول ان التوتال فيكسد كوست بتساوي بين قوسين 6 ناقص 4 اقفل القوس مضروب في الكميه 70 يديني 140. انا حليت المثال ده، حاولت على قد ما اقدر كده بالراحه واحده واحده، وعيده مره ثانيه، اسمعه انت مره ثانيه وحاول، ادي الحل بتاعه تفصيلي، ولو كتبته بايدك انت طبعا هيكون افضل. طيب هل ممكن يكون المثال اللي جاي البروبلم اللي بعد كده اسهل بالنسبه لك؟ شوف وحاول تحلها لوحدك، انا هحل دلوقتي معاك، بس انت وانت قاعد بتذاكر المحاضره توقف او معاك يعني توقف السلايدز بتاعك وتشوف الدنيا يعني هتبقى عامله ازاي، وحاول انت تحل. يعني تعالى كده نشوف بروبلم نمبر. Use the following graph to answer calculate. أول حاجة calculate total fixed cost at quantity 500. نشوف أول حالة قدامك. أول حالة قدامك رقم واحد هي شبه بالظبط آخر حاجة إحنا ناهيين بيها المثال اللي فات. بيقول لك احسب لي التوتال فيكسد كوست. عند الكمية كام؟ 500، عند الكمية 500. هقول والله يلا بينا، انا سامع توتال فيكسد كوست هي عباره عن الافريج فيكسد كوست تايمز كوانتيتي. طيب الافريج فيكسد كوست ممكن اجيبها هي عباره عن الافريج توتال كوست ناقص الافريج فاريبل كوست اقفل القوس مضروب في الكميه. طب يا ترى اقدر احسب افريج توتال كوست وافريج فاريبل كوست عند انه كميه؟ انا عندي في كميتين 500 و800، لكن هو عامة هو طالب عندي، هو هنا محددها لك، قال لك عندي الكمية كام؟ 500. طيب يبقى معنى كده إن الكيو عندي بكام؟ ب 500. طب يا ترى عند ال 500 بكام الأفريج توتال كوست وبكام الأفريج فاريبل كوست؟ عند الكمية كام؟ ها؟ عند الكمية 500. احسبوا لي بقى كده، شوفوا أنتوا كده عند الكمية 500 بكام الأفريج توتال كوست وبكام الافريج فاريبل كوست. هلاقي من عند 500 وانا طالع قطعت المارجنال كوست اول حاجه، بعد كده فعلا قطعت مين الاول؟ قطعت الافريج فاريبل كوست. تمام، يبقى انت جبت الافريج فاريبل كوست ب 15. كمل بقى وانت طالع، وانت طالع قطعت اهو فوق الافريج توتال كوست بكام؟ ب 35، ب 35. يبقى خلاص، يبقى برافو عليك، ويبقى انا جبت التوتال فيكسد كوست. يبقى هقول التوتال فيكسد كوست بين قوسين هو عباره عن افريج توتال كوست ناقص الافريج فاريبل كوست تايمز في كوانتيتي، يبقى افريج توتال كوست ب 35 الافريج فاريبل كوست ب 15، يبقى 35 ناقص 15 كل ده مضروب في الكميه بكام؟ ب 500، يبقى هيديني توتال فيكسد كوست اللي هي هتطلع ب 10000. يبقى ده اول مطلوب، يبقى التوتال فيكسد كوست ب 10000. طب نروح للنقطه اللي بعديها، يبقى ده اول مطلوب جبناه.
النقطة اللي بعديها طالب احسب التوتال فاريبل كوست عند الكمية 500. هقول كده هستخدم نفس القاعدة اللي قبل كده او الايكويشن قبل كده، يبقى التوتال فاريبل كوست، لان طبعا ليه بلجأ لاستخدام الافرج؟ لان انا عندي منحنيات الافرج وعندي قيم للافرج. هقول التوتال فاريبل كوست هي عبارة عن الافرج فاريبل كوست تايمز في الكمية. طيب انا عندي الكمية الكيوب كام؟ ب 500. خلاص طيب هو عايز بقى الافرج فاريبل كوست عند ال 500، احنا لسه جايبينها من شويه، وانت طالع من عند ال 500 قطعت اول حاجه المارجنال كوست، مش عايزها دلوقتي، قطعت تاني حاجه مين؟ الافرج فاريبل كوست. يبقى انا قطعت الافرج فاريبل كوست اللي هي بكام؟ ب 15. يبقى ال 15 في ال 500 يديني 7500. طيب المطلوب رقم 3، عايز التوتال كوست، كالكوليت توتال كوست اد اوت بوت 500. عايز التوتال كوست سهله، واحد يقول لي والله انت ممكن تحسب التوتال كوست من خلال الافرج توتال كوست في ال 500، ممكن، وممكن طريقه اسهل ان التوتال كوست التكلفه الكليه هي عباره عن التوتال فيكسد كوست زائد التوتال فاريبل كوست. انت ده عايزه عند الكميه كام؟ 500. طب ما انا في نمبر 1 حاسب التوتال فيكسد كوست اللي هي بكام؟ ب 10000. طيب عند نمبر 2 انا حاسب لك التوتال فاريبل كوست اللي هي بكام؟ 7500. يبقى 10000 زائد 7500 يديني 17500. يبقى نمبر 3 جبتها منين؟ ان انا جمعت 1 و2 عطالي اللي انا طلعته في 1 واللي انا طلعته في 2، وفي 1 حسبت التوتال فيكسد كوست، في 2 حسبت التوتال فاريبل كوست، في 3 اقدر اجيب لك التوتال كوست. سهله اهي، مفيهاش مشكلة. وممكن احسب التوتال كوست بطريقة تانية، زي ما قلنا ان هتكون التوتال كوست هي عبارة عن الافرج توتال كوست في 500، واقدر اجيب هنا الافرج توتال كوست اللي هي بكام؟ ب 35000 في 500 هيديني 17500، هي هي. طب نمبر 4، احسب لي المارجنال كوست عند 500. تقدروا تقولوا لي المارجنال كوست قيمتها كام عند 500؟ دي باينة اهي، وانا طالع من 500 قطعت المارجنال كوست عند كام؟ عند 10. يبقى المارجنال كوست ب 10. طب نمبر 5، اف ذا برايس از 35، لو السعر 35 هاو ماتش اوت بوت ويل برودوس تو ماكسمايز بروفيت. لو السعر 35 هسيبك كده ثواني تفكر، تقدر تقول لي الكميه قد ايه اللي هتعمل ماكسمايزيشن للبروفيت؟ عند 35. واحد بيقول لي البرايس عند 35، الخط اللي هو الهوريزونتال ده، البرايس هو هو الديماند، هو هو المارجنال ريفينيو، هو هو الافريج ريفينيو، صح كده؟ يبقى عند 35 امتى يحصل ماكسمايزيشن للبروفيت؟ لما المارجنال ريفينيو بيساوي المارجنال كوست عند الانترسكشن بوينت ما بين المارجنال ريفينيو والمارجنال كوست، يبقى الكميه 800. يبقى ادي اول حته في نمبر 5، 800 اللي عندها المارجنال كوست بيساوي المارجنال ريفينيو. اند وات از ذا سايز اوف ذا بروفيت؟ ذيس بروفيت، احسب لنا قد ايه البروفيت. هنقوله كده، البروفيت او البار هي عباره عن توتال ريفينيو تايمز في التوتال كوست، الكلام ده حاسبينها قبل كده. تمام. طيب هنقوله هنا ده بيساوي ايه؟ احسب لي التوتال ريفينيو، التوتال ريفينيو هو عباره عن البرايس في الكميه. طيب انا هنا بحسب عند انه كميه؟ هو بيقول لك احسب عند الكميه اديس برايس اللي هي الكميه بتاعت 800. يبقى معنى كده ان البرايس كام عند ال 800؟ البرايس احنا قايلين ان هو ب 35. يبقى معنى كده ان انا عايز عشان احسب التوتال ريفينيو هو عباره عن البي مضروب في الكيو، يعني عباره عن 35 تايمز الكيو اللي هي 800. يبقى بضرب 35 في كام؟ في 800. لما هضرب ال 35 في 800 عليها ب 35 في 800 هتساوي 28000. يبقى التوتال ريفينيو هو عباره عن البرايس في الكميه 35 في 800، لان انا بتكلم على الكميه كام؟ 800. طيب عايز اجيب التوتال كوست، انا بحسب كل واحده لوحديها. التوتال كوست عند 800 هي عباره عن الافريج توتال كوست مضروبه في الكيو. خلي بالك انا هنا بحل يمكن اسرع شويه، لان هي يمكن البروبلم اللي قدامي اسهل كمان من اللي فات. طيب التوتال كوست هي الافريج توتال كوست في الكميه، طبعا انا بتكلم ان انا عند انه كميه؟ 800. طب يا ترى عند ال 800 قد ايه الافريج توتال كوست؟ عند 800 وانا طالع اهو قطعت الافريج توتال كوست عند
خبطت في الاخر توتال كوست عند 25، يبقى هضرب 25 في 800 يديني التوتال كوست تطلع ب 20000. يبقى اقدر اقول ان البروفيت هنا بتساوي توتال ريفينيو 28000 ناقص توتال كوست 20000، يطلع ده كله بيساوي كام؟ 8000. طب نروح لنمبر 6، مطلوب رقم 6. What output should be produced if the price below 10؟ بيقول لك هتنتج قد ايه لو كان السعر if the price below 10 اقل من كام؟ من 10، لو السعر اقل من 10. والله بص انا هنا لو بصيت هو فين الشوت داون برايس؟ هو هنا الشوت داون برايس خلي بالك ملهوش قيمه، ركز كده في الجراف اللي قدامك. خلي بالك انا لو سالتك هنا هو فين البريك ايفن برايس؟ حد يقدر يجاوب لي فين البريك ايفن برايس؟ برافو. انا شايف فين اسئله البريك ايفن برايس؟ لما البرايس بيساوي الافرج توتال كوست يبقى 25، صح. طيب لو سالتك قلت لك هو البرايس 15 بالنسبه لي هعمل عنده شوت داون؟ انا بسالكم اسئله لان دي اسئله مهمه جدا، ممكن الجراف هو هو لكن تبقى تكون في اسئله زياده. هل السعر 15 اعمل عنده شوت داون؟ واحد بيقول لي لا. ليه؟ لان السعر ده ما هوش الشوت داون برايس، او ما هوش سعر اقل من الشوت داون برايس. طب هو فين سعر الشوت داون برايس؟ واحد بيقول لي 10. لا، هو الشوت داون برايس مش محدود له قيمه هنا. خلي بالك هو الشوت داون برايس ما بين ال 15 وما بين ال 10، يعني ما بين ال 15 وال 10. لان الشوت داون برايس لما بيكون البرايس بيساوي مين؟ الافرج فاريبل كوست من عند المينيمم بتاعتها، وده مش موجود. يبقى معنى كده اي سعر اصلا تحت الشوت داون برايس اللي هو ما بين مين وما بين مين في الجراف اللي قدامي؟ ما بين ال 15 وال 10. السعر اللي هو الشوت داون برايس ما بين ال 15 وال 10، يعني معنى كده ان عند 10 اصلا ده يعتبر عندي سعر اصلا مرفوض، وبالتالي عند 10 انا هنتج كام؟ هنتج زيرو. ادي ادي الانسر او الاجابه بتاعتي تفصيليا. طيب نروح لكوتشن نمبر 3، وانا هحل فيه بعض النقط عشان نمشي بناء عليه. Question number 3, complete the table, determine the equilibrium quantity and explain your choice. Determine the following at the equilibrium position: total fixed cost, average fixed cost, average variable cost, average total cost, will profits or loss. Show graphic the equilibrium position. طيب انا هنا بقول لك كمل التيبل. طبعا التيبل ده ممكن يجي تيبل في الامتحان وتبقى فيه بعض البوينت او الحاجات فاضيه، هي دي اللي هطلبها ايه منك. تعال الاول نشوف نقدر ازاي ان احنا نكمل اللي قدامي. اول حاجه عند الكميه زيرو التوتال ريفينيو كام؟ هسيبك بس يعني سنه كده معايا. التوتال ريفينيو كام عند زيرو؟ واحد بيقول لي بزيرو، مفيش ايرور، صح. طب هو هنا بيقول لك ان التوتال كوست ب 50، احنا عارفين ان لازم يبقى فيه كوست حتى لو الفيكس التوتال كوست ب 50. عند الكميه كام؟ زيرو. وهقول هنا معلومه مهمه، واحد يقول لي هي التوتال في تكلفه هنا عند زيرو؟ يا ترى الناس اللي ذاكرت او الناس اللي في تكلفه. هو عند زيرو مفيش فاريبل كوست، لكن عند زيرو في فيكسد كوست. برافو، اللي هي بيلدينجز واللاندز والحاجات دي. فبالتالي عند زيرو التوتال كوست اللي قدامك اكتبها كملحوظه، اللي هي ال 50 هي نفسها الفيكسد كوست بس عند انه كميه زيرو. طب المارجنال كوست، واحد قال لي شرطه مفيش قيمه، تمام. المارجنال ريفينيو شرطه برضو مفيش قيمه. هل هنا في البروفيت ولا عندي لوسز؟ التوتال بروفيت او اللوسز هي عباره عن التوتال ريفينيو ناقص التوتال كوست. طب التوتال ريفينيو كام؟ بزيرو. التوتال كوست 50، يبقى 0 ماينس 50 تطلع بماينس 50. جميل.
نروح عند الكمية واحد، نشوف نكمل التوتال ريفينيو بكامها بستة، سوري بستين. هل تقدر نحسب التوتال كوست؟ طب الاول تعال نشوف التوتال كوست. هو انا هنا اعطيك مين؟ المارجنال كوست. المارجنال كوست عند واحد بكام؟ ب40. طب انا اصلا بجيب ازاي المارجنال كوست؟ المارجنال كوست هي عباره عن التشنج في التوتال كوست على التشنج في الكميه. فطبعا انا عندي التشنج في الكميه بواحد. طب يبقى 40 دي جت منين؟ 40 دي جت عن طريق التشنج في التوتال كوست، يعني التوتال كوست عند واحد ناقص التوتال كوست عند صفر يديني التشنج في التوتال كوست. طيب هي التوتال كوست عند واحد مش موجوده، لكن عند التوتال كوست عند مين؟ عند زيرو. التوتال كوست عند زيرو بكام؟ ب50. يبقى ايه ناقص 50 تديني 40؟ يبقى 90. يبقى هنا التوتال كوست بكام؟ ب90. طب هل اقدر احسب المارجنال ريفينيو؟ طبعا المارجنال ريفينيو هو عبارة عن التشنج في التوتال ريفينيو على التشنج في الكيو، التشنج في الكيوب واحد. طيب يبقى المارجنال ريفينيو عند واحد هو عبارة عن التشنج في التوتال ريفينيو. طيب فين التوتال ريفينيو عند واحد؟ يبقى الستين اللي هي التوتال ريفينيو عند واحد ناقص التوتال ريفينيو عند زيرو، يبقى ستين ناقص الزيرو تديني ب60. يبقى المارجنال ريفينيو بيساوي كام؟ 60. وخلي بالك بقى، اقدر اقول ان بقيه الناقص في المارجنال ريفينيو كلها بكام؟ ب 60 60 60 60 60، يعني اقدر اكمل المارجنال ريفينيو كلها ب 60، حتى بدليل ان انا اعطيك تحت عند كميه 2 ان المارجنال ريفينيو ب 60. لان هنا المارجنال ريفينيو هو نفسه البرايس، هو نفسه الافريج ريفينيو، هو نفسه الديماند اللي هو اصلا بيكون ماله ثابت، لان هنا البرايس بيكون ماله ثابت، بيكون المنحنى كمان هوريزونتال بالنسبه لي، عشان كده المارجنال ريفينيو يطلع عند كله كام؟ ب 60. كمل بقى انت كده المارجنال ريفينيو 60 60 60 60. طب تعالى نشوف عند الكميه 2، عايز اجيب التوتال ريفينيو. هقدر اجيب هنا التوتال ريفينيو بكام؟ فكر. طبعا في كذا طريقه. اولا انا عندي اصلا واحد يقول لي التوتال ريفينيو عند واحد ب 60، طب التوتال ريفينيو عند اتنين بكام؟ هيقول لي بص كده انت قدام اتنين عاطيني ان المارجنال ريفينيو بكام؟ ب 60. ايه هو المارجنال ريفينيو؟ المارجنال ريفينيو هو عباره عن الايراد اللي جه من الوحده رقم اتنين، ده ايراد الوحده الثانيه، تمام كده؟ نتيجة إضافة وحدة جديدة، فأنا جاي لي إيراد 60 من الوحدة التانية. يبقى واحد يقول لي ما هي المارجنال ريفينيو اللي قدام 2 ب 60 جت منين؟ جت إن أنت خدت التوتال ريفينيو اللي عند 2 ناقص التوتال ريفينيو اللي عند كام؟ اللي عند 1. يبقى كام ناقص التوتال ريفينيو؟ التوتال ريفينيو اللي عند الواحد بكام؟ ب 60. يبقى ال 60 اللي هي المارجنال ريفينيو اللي هي اللي قدام 2 جت ان انا خدت التوتال ريفينيو قصاد الاثنين ناقص التوتال ريفينيو اللي قصاد الواحد. يبقى ايه ناقص 60 يديني 60؟ يبقى 120. يبقى 120 ده التوتال ريفينيو. جميل. طيب يبقى عايز اجيب المارجنال كوست. طب ما انا عندي جايب، انا اجيب ازاي المارجنال كوست؟ المارجنال كوست هي عباره عن ايه؟ اللي تشنج في التوتال كوست. طيب ما انا عندي التوتال كوست، التوتال كوست قدام 2 ب 120 والتوتال كوست قصاد 1 ب 90، يبقى 120 ناقص كام؟ 90 يديني كام؟ 30. لو انت اصلا انت لو عايز تحل صح معايا تكون عامل التيبل وتبدا ان انت تعمل وتحل اللي انا بقول لك عليه وبالاسلوب اللي انا بقول لك عليه. طيب لو رحت قدام 3 عايز اجيب التوتال ريفينيو بالنسبه لي قدام 3، ما انا عندي المارجنال ريفينيو بكام؟ ها ب 60، وعندي التوتال ريفينيو قدام 2 بكام؟ ب 120. يبقى نفس المبدا، ايه ناقص 120 يديني 60؟ ال 180. يبقى عندي 180.
صح كده صح كده. طب انا عايز اجيب التوتال كوست قصاد التلاتة، التوتال كوست قدام التلاتة، انا عندي المارجنال كوست بتاعت التلاتة اللي هي بكام؟ ب50. يبقى معنى كده انا جبت ازاي ال50؟ هي عبارة عن التوتال كوست قدام التلاتة ناقص التوتال كوست قدام 20، يبقى ايه؟ ناقص 120 يديني 50، 170. وطبعا اقدر احسب التوتال بروفيت في كل حالة من خلال ان انا بجيب الفرق ما بين مين وما بين مين، ما بين التوتال ريفينيو وما بين التوتال كوست. عامة بصورة عامة انت هتقدر تطلع لي هنا الـ النقط او الـ الحاجات اللي هي اللي ناقصة، وهبص الاقي زي الشكل اللي قدامي كده اهو، ادي التيبل بتاعي كملته حلو. وهنا بقى في سؤال تاني هو بيسألك هنا في الكوتشن ده، بيقول لك determine the equilibrium content and explain your choice، يعني حدد لنا هي فين نقطة كمية التوازن. كمية التوازن هي هنعمل عندها maximization للبروفيت، هي اللي هتبقى عندها المارجنال كوست بيساوي المارجنال ريفينيو. فين المارجنال كوست بتساوي المارجنال ريفينيو؟ هبص الاقي مارجنال كوست بيساوي المارجنال ريفينيو عند الكمية 5، وده لان عندها المارجنال كوست بيساوي المارجنال ريفينيو. طب نمبر 3 المطلوب رقم 3، determine the following at the equilibrium position، حدد لنا الاتي عند الايكوليبريم بوزيشن. بقول لك احسب لي رقم واحد، احسب لي التوتال فيكسد كوست عند 5. واحد هيجي يقول لي عند 5 عشان احسب لك التوتال فيكسد كوست انا ما عنديش التوتال ريفينيو، توتال كوست، مارجنال كوست، مارجنال ريفينيو، توتال، هجيبها منين التوتال فيكسد كوست؟ هتبقى بكام التوتال فيكسد كوست؟ انا ما بقولكش احسب الافريج فيكسد كوست، انا بقول لك احسب مينها التوتال فيكسد كوست. واحنا عارفين ان التوتال فيكسد كوست هي بتبقى ثابته عند كل، مهما كانت الكميه فهي التوتال فيكسد كوست اصلا ثابته. الحته دي عايزه حد متابع كويس معايا المثال ده من الاول، انا قلتها خلي بالكم، يا اما فاهم كويس ومركز. واحد يقول لي التوتال فيكسد كوست دي بتكون ثابته مهما كانت الكوانتيتي، يعني يعني التوتال فيكسد كوست عند زيرو هي هي اللي عند واحد، هي هي اللي عند اتنين، هي اللي عند تلاته، هي اللي عند الاربعه. يبقى اللي فاهم معايا عايز اجيب التوتال فيكسد كوست عند 5، يبقى التوتال فيكسد كوست عند 5 هي نفسها التوتال فيكسد كوست عند اي كميه، وانا قلتها من شويه. بص كده عند الكميه زيرو التوتال كوست بكام؟ عند الكميه زيرو التوتال كوست ب 50 ب 50، وقلت عند الكميه زيرو التوتال كوست هي نفسها التوتال فيكسد كوست اللي هي ب 50، لان هنا مفيش توتال فاريبل كوست، مفيش تكلفه متغيره. يبقى بالتالي نقدر نقول ان التوتال فيكسد كوست هي بكام؟ ب 50 ب 50. طب لو قلت لك احسب لي الافريج فيكسد كوست، عشان احسب الافريج فيكسد كوست هي عباره عن التوتال فيكسد كوست اللي هي ال 50 مقسومه على، انا طبعا بقول لك الكلام ده وضحه لي عند الايكوليبريم كوانتيتي، عند كميه التوازن اللي هي ال 5. يبقى الافريج فيكسد كوست هو عباره عن التوتال فيكسد كوست اللي هي 50 على ال 5 على ال 5 بتديني 10. النقطه اللي وراها بقول لك احسب لي برضه عند 5 الافريج توتال كوست، والله هتقول لي ان الافريج توتال كوست هي عباره عن التوتال كوست اللي هي 286 على الفايف على الخمسه بتديني 57.5. بقول لك احسب لي الافريج فاريبل كوست، هتقول لي والله الافريج فاريبل كوست احسبها ازاي؟ انا ما عنديش هنا الفاريبل كوست. بس انا عندي هنا، انت جايب من شويه الافريج فاريبل كوست اللي هي طلعت ب 10، وجايب من شويه سوري جايب من شويه الافريج فيكسد كوست اللي هي ب 10، وجايب الافريج توتال كوست اللي هي ب 57.2. يبقى اقدر اجيب الافريج فاريبل كوست. ليه؟ لان الافريج فاريبل كوست هي عباره عن الافريج توتال كوست ناقص الافريج فيكسد كوست، يعني 57.2 ناقص 10 يديني 47.2. اهو زي ما قدامك ان عند الكميه 5 التوتال فيكسد كوست ب 50، اقسمها على الكيو تديني الافريج فيكسد كوست، عند الخمسه برضو
التوتال كوست ب 286 اقسمها على 5 تديني 57.2، والافرج فاريبل كوست هي الافرج توتال كوست ناقص الافرج فيكسد كوست، الخطوتين اللي انا جايبهم يديني 47.2. واقدر طبعا ان انا اعبر عن الكلام ده بالجراف، مجرد ان انا هحط بس الارقام بتاعتي. وبكده يخلص المنهج بتاعنا وتخلص المحاضرة الأخيرة، محاضرة رقم 14، وكان فيها تطبيقات على محاضرة 12 وعلى محاضرة 13. إن شاء الله بإذن الله بالنسبة للامتحان تمام. الامتحان هيكون في صورة true false وهيكون صورة choice، مش شرط يكون 50-50، يعني مش شرط يكون نص الامتحان على true false ونص الامتحان على choice، يعني ممكن يكون ال choice أكتر من ال true false. تمام. طبعا أنا بتكلم على الجزئين، يعني سواء أنا زائد الجزء بتاع دكتور أحمد، بتكلم في المادة عامة إن الامتحان هيبقى true false و choice، لكن هل هم قد بعض؟ مش شرط، ممكن يكون التشويس اكتر، ممكن الترو فولس اكتر، ممكن يكونوا بيساووا بعض، لسه ما حددناش. طيب بالنسبه للجزء الخاص بي، انا عامل في كل محاضره مجموعه اسئله ترو فولس او بروبلمز، وحتى المحاضره ال 12 والمحاضره ال 13، ال 12 كان فيها اسئله، وعملت اسئله اهو ثلاث حالات على محاضرة 12 ومحاضرة 13 في محاضرة 14 النهاردة. فحضرتك هتركز على ايه؟ حضرتك اهم حاجة بالنسبة لي ان انت تبقى فاهم اللي انا قلته، مش هتحداك في الامتحان، لان ده انا مش مطالبين ان احنا نتحدى بعض في الامتحانات او حاجة. انا شرحت حاجة انت استوعبتها فهمتها، عطيتك عليها أسئلة معينة إن أنت تقدر أنت تطبقها عليها وتفكر في الأسئلة. حتى الكويز الأخير كان فيه الأسئلة مباشرة، وكان فيه سؤالين أو حاجة عايز منك تقعد كده أنت فاهم ولا مش فاهم، مش حاجة صعبة، بدليل إن في ناس كتير منكم حلوا مظبوط يعني. فأنت أولا الأسئلة اللي أنا بقولها اللي أنا عطاها لك في المحاضرات واللي حلتها معاك تحلها كويس، تذاكر المحاضرات كويس طبعا، الكويزز كويس، الى جانب والبروبلمز اللي احنا قايلينها يبقى اسئله المحاضره كويس. الامتحان هيجي في الافكار بتاعت اسئله المحاضره، زائد ان انا ان شاء الله طبعا النهارده الثلاث 29/9 تمام، هنزل لكم يعني هتلاقوا موجود ملف ممكن يكون باوربوينت تاني او بي دي اف، هيبقى فيه مجموعة أسئلة ترو فولس وبروبلمز. حضرتك برضو على المحاضرات بتاعتي من أول محاضرة 8 لغاية الآخر أسئلة تانية غير الأسئلة اللي موجودة في المحاضرة أو بالإضافة لأسئلة المحاضرة تمام، حضرتك تحلها وتبدأ إن أنت تدرب نفسك عليها، وان شاء الله هيبقى الامتحان بتاعنا في حدود الاسئله اللي في المحاضره والاسئله اللي انا منزلها لك، يعني بتدور حواليها. لكن مثلا الجمله هي ترو، انا ممكن اجيبها لك فولس، اعكسها لك، اضم لك مسالتين في بعض، اضيف لك مطلوب زياده في قلب المساله، ولكن مش حاجه مستعصيه او حاجه صعبه. تمام؟ كان في برضو احد الزملاء، انا بس يعني تقريبا اسمه خالد او كده او احمد خالد، يعني كان سائل على الكلاس بيقول بالنسبه، يعني هو كان سائل بس كان الاجابه يعني لو هو سامعني، وان كان بيسال عن هو ليه في المحاضره الاخيره خالص انت بتركز على الافرج توتال كوست ما بتتكلمش عن التوتال كوست نفسها. فبص احنا طبعا احنا كنا بنتكلم ان البرايس اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو السعر، لو تاخد بالك ان انت بتقارن البرايس اللي هو عباره عن المارجنال ريفينيو، ها البرايس ده هو سعر الوحده ده لليونت، والمارجنال ريفينيو ده عباره عن الايراد اللي بيجي لليونت،
يعني المارجنال ريفينيو ده ايراد الوحده الاضافيه. المارجنال ريفينيو ده ايراد مين؟ ها الوحده الاضافيه الجديده اللي انا بنتجها. فبالتالي انا هنا بقارن البرايس اللي هو البرايس الوحده، لما اجي برضو اقارنها بقارنها بالكوست او التوتال كوست بتاعت الوحده اللي هي مين؟ اللي هي بين الافريج. لكن لو بقارن بتوتال كوست يبقى انا بقارن باجمالي ايراد كافه الوحدات المنتجه او الكوانتيتي بتاعتي باجمالي كل الكميه. لكن لما بقارن بالافريج فانا بقارن بمتوسط تكلفه مين؟ الوحده. يبقى زي ما بقارن برايس وحده بقارنه بحاجه مناسبه ليه اللي هو الافريج بتاع الوحده. فده لما بقول ان السعر 10 يونت 10 باوند يبقى ده ال 10 باوند ده سعر الوحده. طب متوسط تكلفه الوحده كام؟ يبقى شوف، يبقى عشان كده بتكلم على مين؟ على الافريج، فبقارن بالافريج. تمام؟ ان شاء الله اتمنى لكم باذن الله كل خير، وان شاء الله اتمنى لكم التوفيق في الامتحان، وان شاء الله تذاكروا كويس ونعوض ان شاء الله كويس، واتمنى لكم التوفيق والنجاح باذن الله تعالى. واشوفكم على خير باذن الله تعالى في سنه تانيه باذن الله.